أم عندها بوردر لاين ومتطلقة وعندها ولد أو عندها بنت وبيحصل النوبات اللي هي بتجيلها، فإحنا محتاجين نعلم الولد إزاي وفي نفس الوقت نحافظ إنه ما يجيلوش حالة نفسية ويكره أمه. لأن هنا الأطفال لما بيبقوا متواجهين مع حد عنده بوردر لاين هو مش فاهم هي بتعمل كده ليه، فممكن يا يتعاطف جدا يا يكرهها جدا، وهنا نبقى عندنا مشكلتين مش مشكلة واحدة. صح، نعمل ايه؟ اسئلتي اتفضلي يا صعبة دكتور. موت. مشكلة صعبة جدا، مش مشكلة عارفة، صعبة جدا. انا مش عارفة ابعتلك كده ليه بصراحة. أولا هي بتعتمد على عمر الابن، الابن ده لو طفل طبعا صعب جدا يعيش مع أم بوردر لاين مش متعالجة، لأن هو هيتعرض لرفض وكراهية وغضب ونوبات غضب ونوبات اختفاء، هيتعرض لكل ما يتعرض له. ما هو صعب ان مين هيشخصها وهو عايشة هي وابنها ما هو ده، ما احنا بنقول هنا او هي بنخاطب، وبنتها احنا ما بنخاطبش بقى البوردر، احنا بنخاطب الأهل، اللي بنخاطب حواليها. الام، دي بنخاطب الزوج، بنخاطب الاخ الاخت، بنقول لهم خدوا بالكم لو اختكم او بنتكم بالشكل، لو معاها طفل ما ينفعش ان هي تربي الطفل لوحدها. ما ينفعش، طبعا صعب جدا، هو ما الا لو ينفعش بتعالج، نسيب الا الشخص لو ده متعالج، وحيد، ولا صعب راجل جدا ولا الا لو الست. متعالجه، متعالجه هتقدر ان هي تدير الامر. لكن لو الطفل كبر وبقى مراهق وقدر ان هو يستوعب، انا شفت مراهقين قادرين يتعاملوا مع امهاتهم البوردر لاين بطريقه فيها نضج، ازاي؟ شفت ايه؟ بيتدرب، بيتدرب، بيبقى عارف، يقول لك انا بعرف انت اللي ماما، دربته؟ احنا اللي دربناه طبعا، بيتعلم من خلال انه يجي العياده ويقعد معانا ويقعد مع امه، طبعا. فبيشوف الكلام ده فبيبتدي يطبقه، تنظيم مشاعره، ياخد مسافه، يبقى موجود، ما ينفعلش زي ما انفعلها، ما يتاثرش باللي هي بتعمله. يعني يعني العلاج للمحيطين مش طبعا بس للشخص ويتعلموا المصاب، طبعا هو طبعا بيبقى كأنه نوع من أنواع التثقيف للي حواليهم، علشان الأزمة ما تتفاقمش. أنا بجيبهم المكتب أو العيادة، الأم اللي بتتعالج بتبقى معاها مثلا أولادها، تعالوا قولوا لي الوضع في البيت عامل إزاي، الحياة عاملة إزاي، ونديهم أدوات يتعاملوا بيها مع ايه بقى؟ الأم. أنا عارفة حد معين على فكرة أولادها عندهم اكتئاب كلهم بسبب البوردر بسبب لاين. إن هي بوردر لاين، ومش قادرين هم من وهم في سن الطفولة كبروا على الموضوع ده، هم والأم اكتئاب بسبب الحالات اللي بتجيلها، فهم بقوا متضايقين عشانها طب فبيكتئبوا، يعملوا وهم مش عارفين يتكلموا معاها. أيوة، يعني ولا الاكتئاب إيه؟ يعني الاكتئاب بسبب البوردر لاين؟ إن هم أنا أمي مش متواجدة بحب غير مشروط، أنا معرفش هي كل يوم هتصحى عاملة إزاي، العدم الإمكانية الـ unpredictability، إن أنا مش قادرة أتكهن أو أتنبأ يومي هيبقى عامل إزاي. الأم اللي عندها بوردر لاين ساعات بتبقى يعني بتحكم بشكل أو قاسي، بتبقى قاسية شوية، وبتبقى كمان ناقدة لاذعة في بعض الأحيان، يعني من حب على فكرة، مش بسبب وحش. طب إزاي يعني الولاد من أسهل حاجة، الولاد من أسهل حاجة على البوردر لاين إن يقول لك أنا بكرهك، حاجة، ومن اسهل حاجه على البوردر لاين يقول لك انا بعشقك، انا بموت فيكي، من اسهل حاجه. هو بيتكلم بجد، يعني بوردر لاين لما يقول لي تخيلي انا طفل. بكرهك ما خدوش بجد؟ لا طبعا، لا 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 طبعا طبعا. لا، فتخيلي طفل امه بتقول له انا بكرهك، انا مش طايقاك دلوقتي، روح انا من مش وشي. طايقاك، انا ندمان ان انا جبتك ايوه، في امهات الحياه. بيقولوا هذه الجمل طب عرضا كده، هل ناخدها معنا؟ لا مش لازم. لا لا، انا هنا بتكلم على الطفل اللي عايش مع ام بتقول له هذا الكلام، هيطلع ايه في الاخر؟ ما هيطلع مكتئب، طب يطلع كاره نفسه. نحلها ازاي؟ يعني اوهش، اوهش بالظبط. ال ال الام لو اتعالجت زي ما الدكتور قال، ما ينفعش الام ما تتعالجش، لازم تتعالج. لو اتعالجت وعالج بقى الولاد الصغيرين ازاي؟ اشارك الاولاد، اصل في كمان تخصص علاج نفسي للاطفال، الولاد برضو يبقوا هم في نفس المسار، فاهمين انا عايش مع مين، وبرضو ليا حته الامان بتاعتي، السبيس بتاعي اللي انا ممكن اهرب له، سواء الاب، سواء تيتا، سواء خالته، اكلم حد ماما تعبانه، ممكن يعني يبقى فيه سبورت، انقاذ بالظبط، يبقى في دعم حواليهم. انا عايز اطمنك انه الاطفال اكتر مرونه من الكبار.